مراكز التنمية الريفية ودعم تسويق منتجات المرأة، افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل معرض الصناعات المرأة الريفية بمركز التنمية في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي بحضور محافظ حمص وفعاليات رسمية وشعبية. نعرف نحن الصعوبات اللي تعرضت لها المنطقة، ولكن الحمد لله جهود جيشنا العربي السوري وكل القوات الرديفة وكل يد شريفة دافعت عن هذا الوطن للدافع عن استقلاليته عن استقلاله ودافع عن وحدته وسيادته، قدرت كمان تترجم مناخ آمن لحتى نقدر أو شو يعني مناخ مناسب لنقدر من خلاله كمان نعزز القدرات التمكينية عند الأفراد لحتى يقدروا يكونوا هن مولدين للدخل. المعرض هون نحن أخذناه لأهمية دور المرأة الريفية بالمجتمع وخاصة بهالمنطقة هاي، وكان غايتنا منا لفت نظرة هالمنطقة هاي وعملية الإنتاج فيها من سجاد يدوي من منتجات غذائية من سنارة من غيره إلى آخره كله، ونحن جبناها المعرض والغاية منه مثل ما قلت لك لفت النظرة للمنطقة ومساعدة المرأة الريفية بعملها وبإنتاجها وتحديد الصعوبات اللي بتعاني منها لمحاولة تذليلها. يتضمن المعرض العديد من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والسجاد، كما رافق المعرض حفل تكريم عدد من العاملات الريفيات وتخلله عدد من الفقرات الفنية، كما تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أقسام المركز. إحنا أستاذ الصبايا بيقدموا صناعة السجاد الريفي يعني، والحمد لله يعني أقدم لهم كتير واستفادوا كتير، وكمان نتمنى من الله سبحانه وتعالى يتابعوا هالموضوع وتضل صناعة السجاد التراث السوري اليدوي نفتخر فيها. نحن نشتغل سداج ولا لا عملنا هاي سداجي آخر شيء واستفدنا منها الحمد لله يعني، ونحب نحن كمان نضل نتابع بشغل السداج. أهم شيء أن يكون في معرض يعني المرأة الريفية، إذا ما صار في معرض ونمت الأفكار الموجودة عندها يعتبر أنه شغلها ولا شيء. اليوم المعرض كان كتير منيح، أول شيء يعني كفكر أنه منشوف منتجات غيرنا، هذا لوحده بنمينا شخصيتنا. مشروع كتير كويس وساعدنا كتير بحياتنا. نحن بنشتغل بالتريكو كنزات وهيك مشان نلبس. شو سبت المشروع؟ عمرنا الحمد لله بيت وعلمنا أولادنا. تعتبر مشاريع التنمية الريفية من المشاريع التي تحقق رعاية اقتصادية مستدامة وتساعد المرأة على تنمية مهاراتها وقدراتها، فقد استطاعت المرأة السورية إثبات إرادتها القوية خلال الحرب عبر صمودها واستمرارها بالعطاء لأسرتها وللوطن.